بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، استراتيجية الحوار والمناقشة، درس صلة الرحم. أنا سأسأل وهناك جوائز مقدمة من التلاميذ المحترمين. أسأل كل واحد، هسأل السؤال أحسن. لو سألتك يا راجح، يا راجح، وقلت لك كلمة الرحم، ما نوع اللي فيها؟ لامن شمسية أم قمرية؟ شمسية. كيف عرفت؟ لأن تنطق الر والراء عليها شدة. طيب، هل اللام تنطق؟ لا. لا، اللام عليها سكون؟ لا. لا، هذه من علامات اللام الشمسية يا سعد. اللام الشمسية لا يكون عليها سكون، لا تنطق، يأتي بعدها حرف مشدد، ويأتي بعدها حرف من حروف الراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والنون واللام والتاء والساء. ليس تبغي حجك وخف عقيمه. طيب، ممتاز. لو أنا سألت واحد الرحم، هذا سؤال مفتوح للأذكياء، ما جمع الرحم؟ لو أنا عاوز كتير، ما هو رحم واحد. ها، هذا سؤال للأذكياء. قول يا زياد. أيوة، أنا عاوز جمع الرحم. هذا يعني عاوز واحد واثنين وثلاثة، نقول عليهم إيه؟ قول يا أحمد، تعرف؟ الرحمين. لا. الرحمين. لا. الرحم. ها، أنا عاوز جامع، يعني واحد يبقوا كتير بقى. رحمة مسن، وهذه الرحم، الجامع هو الأرحام. الجامع هو الجامع هو يا ماجد أفندي، انتبه بالكرسي معنا. جامع الرحم الأرحام. جامع الرحم. طيب، عند عودة فواز ونورة من المدرسة بصحبة أبيهما، يا حاكم، ما نوع كلمة ال في كلمة المدرسة؟ قمرية أم شمسية؟ تعال تعال بسرعة، ها، أسرع يا فتى. هذه الكلمة أمامك الآن، هذه المدرسة، قمرية أم شمسية؟ شمسية. قمرية. قمرية. آخر كلام. طب أنا كيف أعرف اللام القمرية من الشمسية؟ أنا بسأله الأول. حاكم ما كانش معانا الأسبوع الأول، وإحنا أخذنا إزاي نعرف اللام الشمسية يا سعد من القمرية؟ كان فيها لا علامات. قول يا سعد. اللام القمرية عليها ايه؟ عليها ايه؟ سكون. وتاني شيء، تنطق ام لا تنطق؟ تنطق. وتالت شيء، يأتي بعدها حرف من حروف ابغي حجك وخف عقيمة. علامات اللام القمرية، تنطق. اقول ال، هل كلمة المدرسة قلت ال ام لا؟ ايش ال؟ نطقت اللام ولا ما نطقتها؟ لا. ال ما تنطق يا راجل، يعني انا الوقت بقول ال، الم اقل ال؟ قلتها ام لا؟ قلتها. طيب كيف لا تنطق؟ طالما قلتها يعني نطقتها. حسيتك بتقول انت نطقت الماء ولا لا؟ اللام ال، قلت ال ام لا؟ ال. قلتها ام لا؟ طيب قلت ال، تبقى قمرية. على سكون تبقى قمرية. جاء بعدها حرف من حروف يبغي حجك وخف عقيمه، الميم في كلمة عقيمه، تبقى قمرية. يبقى اللام هنا قمرية ولا شمسية؟ قمرية. ليه؟ عليها ايه؟ سكون. وتاني شيء تنطق، وتالت شيء الميم موجودة في كلمة عقيمه.
عرفت اللام الشمسي؟ اللام القمر الشمسية بقى بص هنا اللي هي كانت موجودة في كلمة الرحم زي كده. شوف اللام ليس عليها ايه؟ سكون ولا تنطق، بقول ار ما قلتش ال ار، وكمان بعدها حرف مشدد. خلاص تمام كده، عرفت اللام القمرية من الشمسية؟ لا. عرفت اللام القمرية من الشمسية؟ القمرية تنطق ولا لا تنطق؟ لا تنطق. تنطق وعليها ايه؟ سكون. خلاص روح. طيب الان يا ابطال هسأل زياد سؤال. يا زياد اقرأ لي هذه الكلمة، ما نوع التنوين بها؟ هذا التنوين اللي تحت بالزي كسر. تعال خد جايزة. انت يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن اقرأ لي هذه الكلمة، ما هذه الكلمة؟ ونورتا. ما نوع المد بها؟ ألف ولا واو ولا ياء؟ واو. واو. كيف عرفت أنه مد بالواو؟ المد بالواو يا أبطال الحرف الذي يسبقه له لابد أن يكون عليه ضمة. أحسنت، خذ لك جايزة. تعال يا عزة، شفت الأول؟ هقول تاني، المد بالواو لابد أن يسبق الواو ضمة، الحرف اللي قبل الواو يكون عليه ضمة. بسرعة بسرعة. طيب أنا هسأل عبد الله ولا عزام اللي معاي، اقرأ هذه الكلمة. أبيهما، ما نوع الهمزة هنا؟ قاطع أم وصل؟ قاطع. قاطع، أحسنت، خذ جايزة. تعال يا سعد، كلمة أبيهما ما نوع المد بها؟ بالالف ومد ايه؟ بالياء، لان الباء قبلها كسره والالف قبله فتحه، صح؟ ابيهما، تفضل خد جاي. طيب تعال يا محمد، لو قلت لي يا محمد في ناس عاملين ازعاج، بس خلاص سيبه ياخد الجايزه اللي هو عاوزها، خذ اللي انت عاوزه يا سعد. انت يا بني الهمزه هنا واصل ام قاطع؟ وصل، أحسن، خذ جائزة. هذا السؤال مفتوح، من يقول لي ما نوع الألف هنا؟ قول قول ما نوع الألف هنا؟ اللي يعرف. هو هيقولها وألف إيه؟ واو الجماعة، خذ لك جائزة. واو الجماعة، ألف إيه؟ واو الجماعة. اجلس، استمعوا. طيب تعال يا محمد، تعال يا وسام، بسرعة انتوا الاثنين، يلا بسرعة اقرأ هذه الكلمة. ما نوع التنوين بها؟ تنوين كسر، خذ جايزة. أنت تقول لي ما نوع المد هنا؟ ياء. مد ياء، أحسنت، خذ جايزة. مذيع بها مد بالياء وتنوين كسر. هذا سؤال للولد الذكي، ما نوع الهمزة هنا؟ اللي فاكر يقول، قول يا عبد المحسن. هذا عليها أيوة، اسمها همزة إيه؟ همزة ايه؟ لا مقطوعة في الأول، في الآخر كده قلنا اسمها همزة ايه؟ همزة ايه؟ لا، همزة متطرفة على الألف، همزة ايه؟ متطرفة على الألف. واللي في النص متوسطة، قد تكون على الألف أو على الواو أو على الياء، يبقى الهمزة إذا كانت في الآخر يبقى متطرفة، بس بشوفها هي على الالف ولا على الواو ولا على الياء. روح هات. طيب يقرأوا تاني، قل لي يا عبد المحسن ما نوع اللي هنا؟ قمرية. لماذا يا عبد المحسن؟ عليها سكون. وتنطق ام لا تنطق؟ تنطق.
وجاء بعدها ابغي همزه ابغي او همزه خذ جايزه الاذاعه. طيب نقول كلمه الاذاعه ما نوع ال في كلمه ما نوع المد ما نوع المد هنا مد الف ام واو ام ياء الاذاعه مد ايه الف ام واو ام ياء المد ده ذا مد بالالف ام بالواو ام بالياء الف احسنت خذ جايزه روح تعال يا صالح خدت جايزه تعال اقرا هذه الكلمه يلا يا راهي الرسولي اللام هنا شمسيه ام قمريه لماذا ليس عليها سكون ولا تنطق وياتي بعدها حرف حرف ايه حرف ايه مشدد خذ جايزه بارك الله فيكم تعال يا صالح مش هنقعد هنا طول النهار ما نقعد هنا طول النهار بسرعه كلمه الرسول ما نوع المد بها الف ام واو ام ياء أنا بقول إيه؟ سو الواو لأن قبلها حرف إيه؟ مضموم مديت الواو فبقول إيه؟ سو يبقى مد إيه؟ واو واللام لام إيه؟ شمسية ولا قمرية؟ خد جايزة طيب واللي عاوز ولد ذكي يقول لي ما جمع الرسول؟ ما جمع الرسول؟ أنتوا الاثنين ماجد واحمد يفكر عندي رسول ورسول ورسول جمعهم ايه يعني كتير اقول عليهم ايه ها رسولين اثنين انا عاوز ثلاثة اقول ايه ها رسول لا ها اسمها ايه هو اللي هيقول هو قالها قال ايه قول يا صالح انت قلت ايه رسل جمع الرسول ايه؟ الرسل، جمع الرسول؟ الرسل تعال لي يا ماجد انت واستاذ احمد. انا عاوزك تقعد، انا عاوزك تقعد، اقعد. ماجد واحمد افتح له الطريق يا راهي فندي، افتح له الطريق. هيا يا ابطال انتبهوا معي. خلي بالك من السؤال اللي انا هقول لك عليه. هذه كلمة الرسل لا 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 ده ده صلى صلى، حلو قوي. بماذا تنتهي هذا الحرف؟ المكسورة ألف مكسورة خذ جايزة أحمد ما هذه الكلمة؟ لا كلمة على بعضها الله الله لام شمسية أم قمرية أم أصلية؟ أصلية أحسنت لأن لو حذفنا ال ما في كلمة يقول لي لا ما ينفع يبقى اللام الأصلية لا تحذف لا خذ جايزة يا أحمد تعال يا طلال تعال يا طلال اقرأ لي هذه الكلمة يا طلال ما نوع المد هنا أحسنت خذ جايزة هذا السؤال لأبي خدت جايزة تعال لي عشان هذا السؤال مش معقولة كده انت مالك وماله مالك دخل به انت يا بني اقرأ هذه الكلمة يؤمن ما نوع الهمزة هنا؟ هل همزة متطرفة أم قط أم متوسطة؟ متوسطة على؟ الواو يبقى همزة متوسطة على الواو في واحد لو سألته واحد يلعب هيقول لي مانيش عارف ماجد ما نوع الهمزة هنا؟ راهي ما نوع الهمزة هنا؟ صالح ما نوع الهمزة هنا؟ هذه متطرفة ولا متوسطة؟ متوسطة على الواو يبقى اسمها متوسطة طالما في النص يا ماجد متوسطة على الواو سيب اللعب سيب اللعب همزة متوسطة على عبد الله هذه همزة متوسطة على الواو لا تنطق واو تنطق همزة يو ما نطقت واو ماشي يا طلال
يبقى دي همزة ايه؟ همزة ايه يا عبد المحسن؟ متوسطة على الواو. لو في الاخر يبقى متطرفة. ايه يا راجل؟ انت ما سألتك؟ انا فاكر اني سألتك اول واحد. طيب تعال لي يا راجل، اقرأ لي هذه الكلمة. بالله. لماذا لم انطق الهمزة؟ لأن همزة وصل ام قطع؟ وصل، لأن سبقها حرف. سبقها حرف فهي وصل لا تنطق. خذ جايزة. احسنت، لم تنطق همزة الوصل لأنها سبقت بحرف. طيب مين اللي لسه ما شاركش؟ من لم يشارك بعد؟ صالح ما شاركت؟ من لم يشارك؟ تعال يا عبد الله، تعال. طب اقعد بس الوقت، اقعد. تعال يا عبد الله. قلت يا سعد ممنوع نروح للمرشد من غير ما تخبرني. أي شيء يحصل تخبرني به الأول. تحكي لي أنا الأول. تفضل يا عبد الله اقرأ هذه. لا لا تقول واو وتسكت، لازم أوصلها باللام. تقول إيه؟ واليوم. همزة الوصل هنا سقطت، صح؟ طب اللام هنا لام إيه؟ لام قمرية. لماذا؟ لأن فيها سكون. وتاني شيء تنطق أم لا تنطق؟ تنطق. والياء موجودة في كلمة ابغي حجك وخف عقيمه. عقيم. موجودة مع عقيم. خذ جاي. طيب كل يشارك؟ حاكم عرفت اللام القمرية؟ كلمة اليوم هذه قمرية ولا شمسية؟ عليها ايه؟ سكون ونطقت. خلاص؟ شكرا لك. ما شاركت؟ انت شاركت؟ طيب خلاص، اللي ما شارك خلاص، اللي شارك كله خلاص. في حد ما شارك؟ خلاص نكتفي بهذا القدر.